لقاء الأبطال وصراع الأسود. المغرب التطواني بطل المغرب في حوار كروي مع مونبلييه بطل فرنسا. مباراة ودية بنكهة رسمية تجمع رفاق النملي وكروش بأصدقاء بالهندا والكوثري. ميديان تي في تواكب الحدث بتغطية استثنائية ونقل مباشر لقمة كروية مغربية فرنسية هي الأولى في دور الصداقة المتوسطية. المغرب التطواني مونبلييه، لقاء يأتيكم الخميس في 7 مساء وعلى قناتكم ميديان تي في.